مادة الليمونول دي مادة كيميائية ليها دور في كشف الجراء، وهي المادة دي بتساعدنا في إما تحقيق يعني متهم في جريمة بالذات جرائم القتل باستخدام أداة. يبقى مادة الليمونول بنستخدمها إمتى؟ بنستخدمها في حالة القتل باستخدام أداة. بمعنى إيه؟ بمعنى إني لو عندي متهم، المتهم ده تم اتهامه بأنه قتل حد، سواء بسكينة طعنه بسكينة أو بمطوة أو ضربه على راسه بعصاية أو بحديدة أو بأي حاجة. المهم إن الأداة دي اللي ضربوا بيها أو قتلوا بيها كانت هي الأداة، أداة القتل. والأداة دي المفروض إن هي تلوثت بدم المجني. طيب هنفترض إنه الأداة دي بعد ما تلوثت بدم المجني عليه، المتهم اللي هو اتهم بالقتل جه وغسل السكينة أو غسل العصاية أو أيا كانت الأداة، غسلها من آثار الدم وجابوا لنا الأداة محرزة وقالوا والله المتهم قتل المجني عليه بالأداة دي، السكينة دي أو العصاية دي، ولكن الأداة دي ما لهاش أثار دم لأن المتهم غسلها. يبقى أنا كمحامي هنا لي دور في استيضاح الموقف. إزاي؟ أنا لما أحضر مع المتهم في النيابة ويبقى قدامي موقف زي ده، المفروض ان انا اطلب من النيابة، من وكيل النيابة اللي بيحجب، اطلب منه احالة الحرز اللي هو فيه الاداة، اداة القتل، احالته للادلة الجنائية، احالته لمين؟ مش للطب الشرعي، للادلة الجنائية، لفحصه بمادة الليمونول. طب هو الفحص ده هيعمل ايه؟ يعني واحد يقول لي والله هي الأداة دي غسلها المتهم بالمية والصابون مرة واثنين وثلاثة فراحت من عليها آثار الدم. لا، الحقيقة انه آثار الدم مش بتروح بالسهولة دي، مش بتروح بالسهولة دي حتى لو كانت الأداة اتغسلت. طيب احنا ازاي نعرف ان الأداة دي ملوثة بدم المجني عليه؟ عن طريق إحالة الأداة دي للأدلة الجنائية لاختبارها بمادة الليمونول. مادة الليمونول دي مادة فسفورية، مادة فسفورية. اللي بيحصل في الأدلة الجنائية كالآتي: هما بيجيبوا الأداة دي، ونفرض ان القلم ده مثلا هو الأداة، هو السكينة اللي قتل بيها المجني عليه. فالأداة دي لما بتروح الأدلة الجنائية لفحصها عشان نعرف اذا كان فعلا عليها آثار دم وبالتالي هي الأداة اللي قتل بيها المجني عليه او لا، لان طبيعي اذا كانت هي الأداة اللي قتل بيها المجني عليه يبقى أكيد هي عليها المفروض أثار دم. صحيح هي أثار الدم مش ظاهرة لأنه غسلها، لكن لما هنفحص بمادة الليمونول هيتكشف عندنا فيما إذا كانت الأداة دي تلوثت بدماء ولا لا. طيب إيه اللي هيحصل في الأدلة الجنائية؟ اللي هيحصل في الأدلة الجنائية إن هم هيجيبوا الأداة دي اللي المفروض إن هي ملوثة بالدماء، وبطريقة فنية معينة بيطلوا الأداة دي وبيعرضوها للأشعة فوق البنفسجية.
بيعرضوها لإيه؟ للإشاعة فوق البنفسجية. في حالة إذا كانت الأداة دي ملوثة بدماء بيحصل إيه؟ بيحصل إنه من خلال طلاقها بمادة الليمونين أو الليمونول، يعني بيختلف النضج بتاعها، بنكتشف إزاي؟ لما بيتم طلاء المادة دي، الأداة بالمادة دي وتسليط الإشعة فوق البنفسجية عليها، بيبقى عندي ضوء أزرق، ضوء أزرق. الضوء الأزرق ده في جزء منه بيبقى أزرق غامق، وده اللي هو غير ملوث بالدماء البشري، وجزء منه بيبقى أزرق فاتح متوحش كده، هو الجزء ده هو اللي ملوث بالدماء البشري. طيب واحد يقول لي ازاي دي بتحصل؟ هو طبعا دي مسألة فنية احنا ملناش دعوة بيها، لكن برضو للعلم بالشيء ان اللي بيحصل انه مادة الليمونول دي او الليمونين بتختلط بذرات الهيموجلوبين بتاعة الدم، وبتبتدي تعمل لنا يعني لون فسفوري مشع، لون فسفوري مشع. فاحنا بنكتشف ان من خلال اللون الفسفوري المشع ده بنقول اه والله، او الادله الجنائيه يعني بتقول اه فعلا السكينه دي اللي هي جايه في الحرز او العصايه دي فعلا هي ملوثه بدماء بشريه. اما اذا كان الاداه دي كلها يعني الازرق اللي ظاهر عليها هو ازرق، اللون الازرق يعني هو لون ازرق غامق، مفهوش الأزرق المشع، يبقى الأداة دي لم تلوث بدماء بشري. يبقى حضرتك كمحامي بذات أبنائي شباب المحامين، لما تحضر في تحقيق النيابة في جريمة قتل أو حتى شروع في قتل ومستخدم فيها سكينة أو أي أداة اختلطت بدم المجني عليه، لو سمحت انك انت تطلب من وكيل النيابة ان هو يحيل الاداة للادلة الجنائية. والادلة الجنائية بالمناسبة غير الطب الشرعي، عشان بس ما نخلطش ما بين الحاجتين، الادلة الجنائية حاجة والطب الشرعي حاجة تانية. وبعد احالتها طبعا بيجري اختبارها والكشف عليها بالمادة دي. انا طبعا في الفيديو ده في صور أنا أرفقتها لحضراتكم، الصور دي هتشوفوا فيها مادة الليمونول أو الليمونيل يعني مطلي بيها سواء أساس منزل أو أيا كان، وبيتم الكشف على المكان إذا كان ملوث بدماء بشرية من عدم. يبقى مادة الليمونول أو الليمونيل بتستخدم عندنا في كشف أداة الجريمة، هل هي فعلا الأداة المحرزة والمرفقة في المحضر، هل هي فعلا الأداة اللي ارتكبت بها الجريمة ولا لا. طيب هل مادة الليمونول أو الليمونيل بنستخدمها بس في الكشف عن الأداة اللي هي مستخدمة في الجريمة؟ الإجابة لا، ولكن ليها استخدامات تانية هقولها لكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة بإذن الله. بس اللي يهمني في الفيديو ده أن أوضح لحضراتكم أنه لازم بذات أبناء شباب المحامين، لازم لما تلاقي نفسك قدام جناية قتل أو شروع في قتل وفي أداة قيل أن المتهم استخدمها للاعتداء على المجني عليه، يعني لابد من أنك أنت تطلب من النيابة الطلب ده، ولابد أنك تحرص على أن الطلب ده تم إثباته في التحقيقات. يعني يكتب كده مثلا على يعني سبيل المثال، والحاضر مع المتهم طلب فحص الحرز المرفق وهو عبارة عن سكين أو مطواة أو عصاية بمادة الليمونول بمعرفة الأدلة الجنائية، وتثبت الطلب ده. أما بعد كده والله النيابة العامة تنفذ لك الطلب أو ما تنفذهوش، النيابة العامة زي ما قلنا قبل كده هي قسم شريف في القضية، لا يهمها أن المتهم يطلع براءة أو يطلع مدان فعلا، هي اللي يهمها أن توصل للحقيقة. لكن
وهي يعني بنسبة تقريبا 100% هتستجيب لهذا الطلب، لأنه طلب جوهري، يعني هو بما أنها خصم شريف في القضية هتستجيب، لأن إيه اللي هيمنحها يعني طالما أن الطلب ده لاستظهار الحقيقة وهي النيابة العامة بتبحث وراء الحقيقة. لكن هنفترض، وده افتراض جدل يعني، أنه النيابة العامة ما يعني أنت أثبتت كمحامي الطلب بتاعك في التحقيقات، لكن النيابة العامة لم تنفذ هذا الطلب، وإن كان يعني الافتراض ده مجرد افتراض جدل يعني هو مش هيحصل، لكن هنفترضه أنه النيابة العامة ما حققتش الطلب ده ليك، يبقى أنت طبعا ده طلب جوهري، طلب جوهري. وعلى فكرة الطلب الجوهري غير الدفوع الجوهري، عشان بس ما نخلطش بين الاثنين. وفي الفيديوهات القادمة بإذن الله هعرفكم برضو بالنسبة لأبنائي شباب محامين، هعرفكم الفرق بين الدفوع الجوهرية والطلبات الجوهرية.